13 حاجة لازم تبقى أنت عارفهم بعد ما تتم 18 سنة، يعني من 18 سنة وأنت طالع فوق كده اللي هو السن اللي أنا فيه حاليًا. أول حاجة، ودي عشان أهم حاجة أنا حطيتها في الأول، وهي الصبر. كلنا حرفيًا عايزين نجاح سريع. أي حد في الدنيا عايز مجرد ما يبدأ حاجة يلاقي الفلوس أو المقابل بتاعها في ثانية، وده حرفيًا مش بيحصل في الواقع، لأن كل الحاجات الكبيرة والشركات الكبيرة والحاجات الجامدة بتاخد وقت عشان توصل للمستوى اللي انت شايفه حاليا. الموضوع ما بقاش من يوم وليله كده صحي ولقى نفسهم ناجحين، مفيش كده. وبرضه النجاح السريع هي برضه هينتج عليه فشل سريع، فلازم كل الحاجات الجامده تاخد وقت، وده اللي حصل معايا. انا حرفيا في اليوتيوب بقالي 3 سنين، والسبب ان انا ما نجحتش ان انا ما كانش عندي صبر. انزل انزل فيديو من هنا الاقي نفسي مفيش مشاهدات، فبالتالي ابطل. فالصبر هيجيب الاستمراريه، فعشان كده لازم تكتسب الصفه ديت من الفترة دي بالذات، لأن أنت هتعمل حاجات كتير أوي في حياتك، وأكتر من مجال هتخشه. لو أنت ما عندكش صبر هتفشل في كل المجالات ديت، وهتلاقي نفسك جبت 30 سنة وأنت لسه ما نجحتش في حاجة. وده بسبب إيه؟ بسبب قلة الصبر. لأن خد بالك بقى من الكلمة دي بقى كده، لأن لو أنت ما عندكش صبر هتزهق من الحاجة اللي أنت بتخشها، فتضطر تخش تشوف حاجة تانية، فبالتالي مع الوقت برضه تزهق فيها، فلازم هتاخد طريق واحد وهتصبر وبإذن الله توصل. تاني حاجة، ما تفكرش ان انت الوحيد في بلدك اللي عايز تسافر. حرفيا كل الناس عايزين يسافروا، وعشان كده موضوع السفر للعرب بشكل عام، يعني انهم يسافروا لاوروبا او لامريكا، الموضوع بقى صعب ويمكن يكون مستحيل. فانت ما ترسمش حياتك على انك عايز تسافر بره او هسافر وهعمل حرفيا كل ده مش هيحصل، لان كده كده اصلا عمرهم ما ياخدوك الا لو انت فيك حاجة مميزة او موهوب عن اللي عندهم. لكن طول ما انت عادي هو ياخدك ليه؟ ما هو عنده الاحسن منه كده كده. تالت حاجة، محدش يقدر يوقف الشخص اللي عارف هو رايح فين. طول ما انت محدد هدفك ومخصصه بالظبط ومحدده ودقيق، محدش يقدر يوقفك. لو انت ما انتش محدده بالظبط، انت عرضة لان اي حد ممكن يقول لك تعالى كده، انا عندي لك اقتراح، سواء اهلك او صحابك. فانت لازم محدد هدفك، ومش بس كده، ده انا هحدده وهمشي فيه حتى لو ما نجحتش، لان انا خدت القرار بنفسي، فلازم اكمل الطريق بنفسي. رابع حاجة، وهي انك انت ما تعملش اكتر من حاجة في وقت واحد. حرفيا انا سمعت كلام كتير قوي بيقول لك صاحب بالين كداب وصاحب ثلاثة منافق. فانت ليه يعني ما ينفعش اكون باكل وبعمل حاجة تانية؟ لا، خلص اللي انت بتعمله عشان تحط دقة في الموضوع اللي انت بتعمله، وفي نفس الوقت تبقى اديت كل حاجة اهتمامها، لكن ما دخلش الدنيا في بعضها. خامس حاجة، وهي اعتمد على نفسك 100%، لان ده حرفيا ده اللي هيفيدك. هو انت كل الناس محدش هيبقى فضيلك، في ناس ممكن وراء اهدافها وعايزين يحققوها، في ناس ممكن ما وراهمش حاجه بس في نفس الوقت مش عايز يساعدك. فلازم تبقى انت معتمد على نفسك 100%، رايح تشتري حاجه، رايح تعمل اي حاجه، رايح طريق معين لازم انت تكمله. وبرضه زي ما قلت لك، ما ينفعش اقف في النص، لان انت لو وقفت في النص يبقى انت حرفيا بتخسر كل اللي انت عملته، فكمل الطريق للاخر حتى لو النتائج ما ظهرتش. سادس حاجة، وهي لازم تتعلم ازاي تكون اجتماعي، لان الفترة ديت انت لازم تعرف فيها علاقات ناس اهم منك او اكبر منك او حتى اصغر منك، عشان تبقى انت بعد كده معاك علاقات كتير قوي تفيدك في حياتك انت قدام، وفي نفس الوقت برضو انت تفيدهم. سابع حاجة، وهي ان انت لازم تهتم بروتينك اليومي، اللي هو انت بتعمل ايه كل يوم. ليه بقى؟ لان اللي انت بتعمله النهاردة في يومك ده اللي هيتحدى عليه مستقبلك. يعني لو انت عايز تعرف انت هتبقى ايه قدام، اكيد طبعا اي حد فينا عايز يعرف او يشوف هيبقى ايه مثلا بعد 5 سنين. انت ممكن تعرفه من دلوقتي ايه اللي انت بتعمله في يومك دلوقتي عشان هيأهلك ال5 سنين بعد كده. لو انت مثلا طول اليوم قاعد فاضي ما بتعملش حاجه، يبقى برضه بعد 5 سنين هتبقى نفس الكلام، او مش توصل لحاجه، او هتبقى واحد في مكان معين وفوقك مدير، وفي نفس الوقت انت ما انتش فرحان باللي انت بتعمله. ليه؟ عشان انت كنت مضيع يومك على الفاضي. تامن حاجة، وهي ان انت، انا قلتها قبل كده بس اكد عليها في نقطة محددة، ان انت ما تركزش على النتائج. ليه بقى؟ اسمع كده، بقول لك لو انت ركزت على النتيجة فانت اكيد هتفشل اكيد، لكن لو ركزت على انك تستمتع بالرحلة. يعني انا مثلا واحد بلعب كورة، لو انت كل شوية عمال تبص للنتيجة مش هتلاقي نتيجة، لكن لو انت فرحان وانت بتلعب او انت مستمتع برحلة وصولك للهدف فانت ربما تنجح. يعني من الاخر مش 100% هتفشل برضه. فانت اهم حاجه ما تركزش على النتيجه، يعني ما تعملش حاجه وكل شويه ما فيش نتيجه، زي اليوتيوب مثلا، ما تنشرش فيديو وتقول ده جاب 1 مشاهد او 2 مشاهد. ركز على انك انت تبقى انت مستمتع وانت بتعمل الحاجه، فحرفيا بعدها تنجح. تاسع حاجه، اسمع دي كده،
لو انت عايز تشتري اي حاجة من غير ما تبص على السعر، لازم تشتغل من غير ما تبص على الوقت. وحرفيا انت لازم تشتغل في الفترة دي بالذات اكتر ما الانسان العادي او الشخص العادي بيشتغل، ليه؟ عشان توصل لحاجة اعلى مما هو وصل. لكن لو انت بتشتغل زي ما هو اشتغل، يبقى انت هتوصل لنفس المستوى اللي هو وصل له، اللي هو حرفيا برضه ولا حاجة من اللي انت عايزه. عاشر حاجة، وده انا مخليها رقم 10 لو تاخد بالك، بتسمع انت كتير قوي: يا ليت الشباب يعود يوما. اهو دي بقى الفترة اللي انت فيها حاليا، اللي غيرك نفسه ترجع. فانت هتعمل انت بقى ايه دلوقتي؟ بقى هي قدامك دلوقتي اللي انت فيها دلوقتي دي، استغلها عشان ما تجيش قدام تقول يا ليت الشباب يعود يوما. اديك انت فيها دلوقتي وانا بقول لك ان انت فيها من دلوقتي. رقم 11، بعد ما انت خلاص تشتغل وتبقى معاك فلوس، فكر قبل ما تشتري اي حاجة وفر الفلوس دي. يعني اغنى الناس بيقول لك قبل ما تشتري اي حاجة ادي نفسك اسبوعين، او يا عم بلاش اسبوعين، ادي نفسك 3 ايام تفكر، هتلاقي حرفيا انت عمرك ما هتشتريها. هي طبعا لو هي فيها الضرورة او انت محتاجها او اشتريها، بس في حاجات انت ممكن ما تكونش محتاجها او ممكن عندك منها واحدة وتشتريها، انت هتحتاج الفلوس دي قدام، فعشان كده فكر قبل ما تشتري اي حاجة. رقم 12، وهي ان انت لازم تهتم بشكلك وبحياتك. انت ما انت الشجر، يعني انت ما تشتبه مكانك. وزنك مش عاجبك، خس. جسمك مش عاجبك وعايز مثلا تعمل فورمه او زي ما هما بيعملوا كده في الجيم، روح. انت حاجه مش عاجبك اعملها، لان ده المفروض السن بقى، انت خلاص بتاخد قراراتك انت لوحدك. يعني ما حد، معلش يعني ما فيش حد هيجي يقول لك انت تخين فلازم تخس، لا انت لازم تلاحظ انت كده. فلازم تهتم بشكلك وبحياتك بشكل عام، وزي ما قلت لك قبل كده بروتينك اليومي. رقم 13 والاخيره، مفيش وقت للحالة العاطفية في الوقت ده. يعني مش شرط في الفترة ديت بالذات تبقى انت فاهم، لان ده حرفيا الفترة اللي انت بتبني فيها حياتك. الفترة اللي انت بتتكلم عليها ديت او الحاجة اللي انت عايز تعملها دي بعدين جاي وقتها، لكن اللي انت حياتك او الشباب بتاعك دلوقتي ده وقته، وده الوقت الوحيد ليه، فلازم تبني نفسك وبعد كده فكر. لكن اكيد انت فهمتني، فعشان كده انا خلاص كده خلصتهم. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة، وفيديو جديد بكرة أو بعد بكرة مش عارف، فانت اشترك في القناة وهتلاقيني بنزله، وتابعني على الانستجرام هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. ثانك يو.